هنا سوريا. لم تمضي 9 أيام على العملية العسكرية التي بدأها الجيش السوري في منطقة سبينا حتى أعلن سيطرته الكاملة عليها، بعد تأمين كل من بلدات سبينا الكبرى وسبينا الصغرى وغزالة التابعين للمنطقة. سبينا المنطقة الاستراتيجية الواقعة على أوتوستراد درعا الواصل لمنطقة القدم والكسوة، والتي كانت تعتبر ممر إمداد رئيسي للمناطق التي يسيطر عليها المسلحون في ضواحي دمشق الجنوبية. وقد جاء في بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها كانت قاعدة انطلاق أساسية يستخدمها المسلحون لتهريب السلاح والذخيرة وإدخال المسلحين إلى الغوطة الشرقية. وبعد أن أصبحت بيد الجيش السوري وانسحاب من بقي من المسلحين باتجاه الحجر الأسود ومخيم اليرموك، فإنه حسب مصادر إعلامية قد فتحت الطريق أمام القوات السورية باتجاه الحجر الأسود ومخيم اليرموك اللتين أصبحتا بين فكي كماشة الجيش السوري. وكان بيان القوات المسلحة قد أشار إلى أن السيطرة على سبينا ضيقت الخناق على المسلحين وستشكل منطلقا للقضاء على من تبقى منهم. ومع إعلان أنور رجب مسؤول دائرة الإعلام في جبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتفاق مع الجهات المختصة السورية على تسهيل خروج من يرغب ممن بقي في مخيم اليرموك وتسوية أوضاع من غرر بهم وتأمين مراكز إيواء أعدتها الدولة السورية حسب رجب، فإن كل التطورات تدل على أن معركة استعادة المخيم لم تعد بعيدة وانطلاقها قد يكون في الأيام أو الأسابيع المقبلة بعد إحكام الطوق حول المخيم، والذي كان يعتبر المنطقة الأكثر خطراً على مدينة دمشق قبل أن يستعيد الجيش زمام المبادرة ويؤمن العاصمة. هنا سوريا.